خاض منتخب مصر لكرة القدم للناشئين مراراً خفيفاً اليوم بالجزائر استعداداً لمواجهة المغرب المقرر إقامتها في 4:30 مساء الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاماً. وتمتلك مصر 3 نقاط بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط وليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تونس في المركز الأخير دون رصيد. وتحسم المواجهات المباشرة المتأهلة من التصفيات في حالة تساوي النقاط بين الفريقين. في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرز المهاجم إيفان توني هدفين أحدهما في اللحظات الأخيرة ليقود برينتفورد لفوز مفاجئ بنتيجة 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الأرض في آخر مباراة للفريقين قبل توقف طويل بسبب كأس العالم. بهذه النتيجة تجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة من 14 مباراة، بينما أصبح لدى برينتفورد 19 نقطة في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى حقق ليفربول انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثلاثية ليفربول روبرتو فيرمينو وداروين نونيز بواقع هدفين، بينما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد شي أدمز. بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر. في الدوري الإيطالي نجا نابولي المتصدر من انتفاضة متأخرة من أودينزي وخرج فائزا بنتيجة 3-2 ليحقق انتصاره 11 على التوالي في دوري الدرجة الأولى. ويتصدر نابولي الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق 11 نقطة عن لاتسيو الذي يلعب غدا الأحد مع يوفنتوس قبل التوقف بسبب إقامة كأس العالم، بينما يأتي أودينزي في المركز الثامن. ختام أخبار الرياضة، عودة مرة أخرى لسحر ومحمد، إليكم. شكرا لك ليلى.